يا جميلة. ايه ابن عمي جيتك. يعطيك العافية تقبرني. شوف شو لقيت بالجنينة. رهبة. هاي بيقولوا بتجيب الحظ. وين الحظ يا حسرة؟ يو خير ابن عمي؟ شو صاير معك؟ ما صاير معك شي. ابن عمي شو صاير معك والله؟ يعني وجهك مقلوب فوقاني تحتاني. طيب عمل لك ما صاير معي شي. ايوه طيب ابن عمي الغدا جاهز، حط لك غدا. لا 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 ما بدي، مو جاي على بالي. اعمل لك شاي. ولا بدي شاي ولا بدي شي. ابن عمي الله يوفقك، قل لي شو صاير معك، يعني والله غلي قلبي. شو صاير معي؟ انا جاي على البيت مرات لعند ابو عبد الخضري مشان اجيب لك الخضره. ايه حكاني كلمتين هز لي بدني. يو الله يهز بدنه، ليش شو قال؟ صار يسالني إيه ما بدك ترسالك على بر؟ ابو ايش بدنا ننادي لك، ابو سالم ولا ابو حده ولا ابو محي الدين؟ قلت شو بدي له؟ قلنا له ابو سالم. قال لي ابو سالم وينه سالم؟ صار لك 7 سنين يا ابو سالم. يبعت له حمى ان شاء الله. صحيح انه الملاطي السعد والحكي اوهام، فتح التم ما بيلبق لمين ما كان. الله يسم له بدنه مثل ما سم بدنك ابن عمي. يا جميله صرنا متجوزين 7 سنين ولا اجانا لا ولد ولا تلاهب. كلام كتر حوالينا انا خايف ما تطق براسي شي نهار وطلقك. ها يا ابن عمي تفهم تمه. ان شاء الله الله بيطعمنا صبيان وبنات وبصير عندك سالم وحده وعبده كمان. ان شاء الله يا رب. الله يسمع مني. اهلين يا ابي شلونك؟ طمني عنا. الحمد لله ماشي الحال. شلونك انتي؟ شو اخبارك؟ شلونك لخبتي؟ الحمد لله عمي. اهلين وسهلين. اهلين. شو شغلات طمني؟ الحمد لله يا ابي كله تمام، بس والله لا يعني بدك تراي ناقصنا شويه خميره. شي ليش بقى؟ يا ابي عم يعطوا خسكارنا للحاره الثانيه. يعني بدنا اياك تحكي لنا للزعيم انه يعطينا خسكارنا كامل، ما ينقصنا منه شيء. هن عم يصلون خسكارهم، شو بدهم بخسكارنا؟ شان شو عم ياخذ خسكاركم؟ ما بيزوز هذا الكلام. خسكار لك كل يوم بيومه بده يصلها. عم ياخذوا من خسكارنا من الخميره، والخبز ما بيطلع منيح اذا ما حطينا له خميره. ايه معلوم معلوم يا بي. خلاص تريك الموضوع، انا بحكي مع الزعيم يبعث لك الخسكار تبعك كل يوم بيومه. إيه. لا تهكل عم هذا الموضوع يا بي، انا بيهمني زبده الموضوع، الزبده يا بي. يا بي انت فهمتني غلط، نحن ما عنا نقص بالزبدة، نحن النقص تبعنا بالخميرة. لك يا صخر، انا بقصد الصندوق يا بي، الصندوق انت بدك تملي لنا اياه. انو صندوق؟ ايه يا بي ايه، الصندوق الحمد لله مستورة معبى، الله كارمنا والفرن شغال تمام. حسبي الله ونعم الوكيل. لك يا ابني وانا جاي من الحارة شفت الولاد عم يلعبوا بالحارة، والله تنغصت لنا، قلت امتى بدي اشوف انه الصخر عم يلعب معه. شو بنارك ابي؟ يعني والله الشغله بايد رب العالمين، شو بدنا نعمل؟ ونعم بالله. الله يرحم امك يا ابي، قبل ما تموت كانت حابه تشوف ابنها، رحمه الله عليها، فاتحه على روحها. الله يرحمه. اسعى يا عبد اسعى معاه، عجدنا بقى يا ابي، خليها تحرك حالها شوي. ما بعرف يا ابي، ما بها شيء، هي ما خليت دايق الا ما شافتها، بس الشغله مو بايدها يعني. عن اذنكم عمي، قايمة اعملكم كاسة شاي. جميلة، ايه ساوي لنا كاسة شاي، ايه. شو بقى حرمتك يا ابي؟ ليش انت ترقت هيك؟ ايه ما حق تنزعج يا ابي، عم سمعك كلامي عنه. ما حق تنزعج؟ ما عليك ابني اسمع. يا اما مرتك بتحمل بعد 4 شهور، يا اما رح زوجك وحدة ثانية غيرها. والا راح احرمك من الورده يا بي. طول بالك يا بي، اخرتي بحكي لك كلمه. والله يا اخي بعد كلام الرجال ما في حكي. هذا اخر كلام يا بي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لا حول ولا قوه الا بالله. يا بي يا بي خلص مثل ما بدك يا بي، بس ان شاء الله ما تزعل مني مثل ما بدك بيصير.
الله معك يا عمي، مع السلامة. ولي شو يحرمني من الولدة؟ يعني لا عاد في بيت ولا عاد في فرن. جميلة جميلة ابن عمي، شو ابو عمي قالب وشو فيني مثل صحن العباس من ضحك وهن عباس؟ لا تقطعنا به هيك، صرنا 7 سنين ما عرفنا نجيب شقفة ولد، شو بدك يا ابي؟ يرقصنا ويغنينا يا عمي. ابن عمي مو هيك قصدي، بس يعني كمان شو ساوي انا اذا ما في داية بالحارة والحارات الثانية وما شفتها، وما في وصفة وصفت لي وما ساويتها، وما في عشبة وما شربتها، شو ساوي تقبرني؟ ما بعرف، ما بعرف شو بدك تساوي، معك 4 أشهر، يا بتحبلي يا ما بدي اتجوز وحدة غيري، يا ما بدي انحرم من الوردة. يب، بدك تجوني تضل تقبرني؟ ما بعرف، هذا آخر كلام عندي. طيب ابن عمي، بنت خالتي قالت لي انه في داية شاطرة اسمها ام حدو، شو رأيك ابعتوا راها وجربها؟ ام حدو، ام عبدو، ام صطيف، ام بطيخ، المهم شوفي مين ما بدك، معك 4 أشهر، انا رايح على الفرن، خاطري. امرك ابن عمي، الله معك. برا يا ربي دخيلك، شو ساوي؟ شو ساوي بحالي؟ دخيلك يا ربي طعمني الولد. قال ضرة، قال عقربة بالغار ولا ضرة بالدار. بلم هلي تقبريني، وهي احلى فنجان قهوه لخالتي ام حدو. طمنيني عنك. الحمد لله من الله بخير. شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام. والله منيحه ماشي الحال، بس مقهوره منك انا. يو ليش بقى؟ يعني ما بتعرفي تخط في اجرك لعندي وتجي، بعثي لي خبر مع هي زهريه اللقلوقه بنت ابو سليم الطحان. اخ يا خالتي ام حدو، ليش جوزي بيخليني اطلع برا البيت؟ الله يهدي ويصلحه. ايه بهالشعر هذا صرتي حضراني 4 أعراس وطوري، هي على طولك ما بشوفك. يعني خالتي هدول الاعراس يعني من بعد اذنه. اليوم لما قلت له بدي اروح لعند خالتي ام حدو ما رضي ما رضي، قال لي بعتي وراها وهي بتيجي لعندك. ايه يلا حصل خير. ايه هاتي لشوف. اخ يا خالتي ام حدو، شو بدي اقول لك؟ لا اقول لك، صلي 7 سنين 7 سنين ولا هلا الله ما طعمني الولا. شو يا جميلة؟ خير ابن عمي؟ ما قلتي لي شو صار معي؟ بشو تقبرني؟ شو قالت لك الداية؟ هذا يا سيدي اجت اليوم لعندي الداية ام حدو وحكيت لها يلي صاير معنا ابن عمي. ايه شو قالت لك؟ كشفت علي ووصفت لي كم وصفة، قال لازم نواظب عليهم، وكمان وصفت لي كم عشبة، قال لازم نشربهم انا وانت، وكمان قالت لي على كم اكلة مشان ناكلهم. ايه بنت عمي نشربهم وناكل الاكلات اللي قالت لك عليهم، لازم تواظبي واظبي وانا بواظب، نحن لازم يصير عنا ولد بنت عمي. ان شاء الله ان شاء الله تقبرني، وكل الله رح نعمل بالتمام والكمال يلي طلبته الداية ام حدو منا، والباقي على الله ابن عمي. ايه يلا يلا طفي الضو خلينا ننام. يلا يلا جاي تقبرني. يا ربي دخيلك، شو ساوي بحالي؟ هي صار لي 3 شهور ولا لأ ما حبلت، وهي الداية ام حدو طلعت مثلها مثل غيرة، ما استفدت شي على ايدها. لكن يجيب لي ضرة؟ إيه لا والله ما حسن، أحسن شي اكسب وقول إني حبلة. علي جار علي. يا رب شو القصة؟ شايفك عم تاكلي ليمون؟ اي والله يا ابن عمي. ايه بعرفك لا بتطيقي الليمون ولا بتحبي الليمون ولا عم تجاهريني. يو شلون جارك ابن عمي؟ لا بس القصة انه من الصبح حاسة ما بعرف معدتي عم تخبط خبط وعم تلعي نفسي، ومش لهي الليمون مدري ليش، وانا عادة ما بحب الليمون انت بتعرفني، بس ما بعرف شو صار لي ابن عمي. بعرف بعرف انك ما بتحب الليمون. ايه شو عم تحسي كمان؟ ما بعرف ابن عمي، حاسي بدني كأني قاتلة قتلة، يعني مكسرة تكسير. تمام
تمام. شو تمام ابن عمي؟ انت عمي تعالي اقول لك انت ارتاحي من يوم وطالع ما بصير تشتغلي شيء بالبيت، انا بساعدك. يو شو قصدك ابن عمي؟ شلون شو قصدي بنت عمي؟ انت حبلي. حبلي؟ ايه حبلي. انا اللي بعرفه انه كل وحده بيصير معها هيك بتكون حبلي. ايه الله يسمع منك من تمك لباب السما يا حق. الله يبعث لك سمعه وحده وعبده واللي بدك اياه تقبرني ان شاء الله يا رب. إيه ابن عمي والله هي الدايق محضه طلعت قوية وشاطرة، هي بشرتني وقالت لي إن شاء الله رح تطلعي حبلة. إيه بإذن الله بإذن الله حبلة، وديري بالك على صحتك. وأنا رح أروح أخبر أبي. إيه تقبرني. جيب لي كم ليمون بطريقة. شو كم ليمونة؟ إيه بتجيب لك شوال ليمون، رح أجيب لك كرز وجانري وأكيد إني واللي بدك إياه. انت شو بتطلع عوالك بتقولي لي ماشي بنت عمي؟ اي دوبرني وجيب لي كمان حلو، عم تلهف نفسي على الحلو. اين عيونك بنت عمي اللي بدك اياه؟ انا رح اخبر ابي وخبر كل اهل الحاره ووزع ملبس كمان. سلام الله معك دوبرني.